gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. يلا الدراري يلا احنا ما كنخوفش بالناس ديال الفودكا يلا بارك علينا توارك زي ما عندكش واحد ايش يديرو على راسي ويلي ويلي كيو دائري يا الصاد كيو بحالك كيو بحالك الشي كيو الحيسة وعلاش انا الحيسة انا رقيه وتكرفس عليا ولكن راه مازال عزيز عليا واخا تكرفس عليا راه هادشي راه دارو على ولدو قلت لك انا عاد لك ترمتك راه قلتها لك واش قلتها لك ولا ما قلتهاش ليك اوبن زعما بحال اللي راه دايرين معاهم مزيان ترمي ديال النحل اللواص قبل الفتح ولو هذا ولي انا انتقمت لك فوق تا هو حصه نعد دمك انا نعد دمك انا قتلت لك الصدام ترمي ديالك نعداني ترمي ديالك
كتدخل صاحبي؟ علاش كتدخل؟ يعطيني دابا علاش غتدخل وانت عارف راسك غادي تخرج؟ قول لي علاش كتدخل من الاول الساط وكتخربق لنا الجيم؟ اختنا كتبقى في السبيك وكتعطل، راه كتعطل لينا الترمك جيم كلها صاحبي. على والو صاحبي واق معنا، ما عرفتيني جاي يما ضربتك الترمه شي نهار، هادشي علاش يمكن تكون عرفتيني جاي غير هكاك ضربتك الترمه واقع عليك. غضب الله. ما تعضنيش، ما يعضني يا فوق يعضني ضرب الفطر ضرب يعضني الترمى يا قاعد يعضني الترمى ما يمرقش. فطل هذا يا بي الصاط ممرك شبغي يضربني مع الحير بكم بوسطة. انت ظن ان حجم القاذيب لا يهم، ماشي لا يهم نورمال موسط الحجم ديال البوسي ديال البنت الصاط يعني كيتساع 8 سنتيمتر، فهمتيني 8 سنتيمتر هذا حجم ديال البوسي، يعني داك الغرق هذه الا قالت لك انت اول واحد في حياتي 8 سنتيمتر، يعني هذا هو ورا علاش متفقين العلماء اللي يتيروزونينا وتيجيو عندنا دوك المرضى المستشفيات. الحجم العادي هو 8 سنتيمتر، اذا كان الحجم ديالك ديال 5 سنتيمتر يعني في خطر وجاك هذاك وهدير به، واش غتهر به؟ شي كيتطلب قوه وطول. واش استفاد كيتسمى الزينه؟ الزينه هي تخلي هذاك الكم الهائل من الحيوانات المنويه مخشيين مساكن تما ما بغيتش تخرجهم. السلاوي ديالك كيولوا بحال شي قرعه كبار، خلي بنادم يخرج يديع شويه الصاط ولا خرجهم يديعوا في شي بلاصه اخرى صاحبي. قلنا بنادم مكمل الشمه راه كيكبر داك الشيء حتى يجيك شي مرض عالي. الحجم المثالي ديال البوبس ما نكذبش عليك، عزيز عليا الحليب انا زعما داك الشيء يكون متخمي عامر واقف عاود كريستيانو الصاط وقف دير كريستيانو تكون بحال هكا الصاط الصاط بلا بوبس الصاط كتحس بحال لا كتشد في عشيرك واخا ولا الصاط هي هذيك ديال الخشادنا ما كتخليناش نهضروا في هذا الشيء كتقول لك لا. ابي هريره رضي الله عنه قال يعني شوف سبحان الله القدرة الإلهية التي كانت من وراء الجدران، يعني كانت قطة يعني هاربة مسكينة جهوة عتقها ولذلك سمي أبو هريرة. العظمة ديال الإله سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويا طيبة وطلع البدر علينا. Yeah, I see.